نتائج المنتخبات العربية في البطولة الإفريقية حتى الآن بالتأكيد يعني لم ترضي الجميع، نتائج كلها متراجعة، تعادل مصر، تعادل الجزائر، خسارة تونس، خسارة موريتانيا، اليوم منتخب المغرب نتمنى له التوفيق يا رب أمام منتخب تنزانيا. ولكن في هذه اللحظات معايا مداخلة مهمة جدا من تونس مع واحد يعني عشت معاه فترة جميلة جدا كانت فيها بطولات إفريقية وسفر لكأس العالم للأندية في اليابان، كان كابتن وقائد في نادي الصفاقسي التونسي وكابتن وقائد في النادي الأهلي، حصد مع الأهلي بطولات إفريقية عديدة، بوجا أنيس بوجلبان. كابتن أنيس يعيش أخويا. يعيش محمد، شكرا، شكر جدا على المقدمة الجميلة، أهلا وسهلا بيك. وحشني جدا. ليك وحشة دي من كله بالتونسي، والله وحشني جدا. الله يخليك. إن شاء الله نتقابل عن قريب إن شاء الله. كانت أيام جميلة وكانت يعني رحلات حلوة والحمد لله تقعد ذكريات طيبة يعني في ذاكرتي، في ذاكرتي كل أهلاوي الحمد لله. ربنا يطمنا عليك دايما، وانا متابعك دايما وبستمتع بكل ارائك الفنيه وتحليلك في الاذاعه التونسيه وفي التلفزه التونسيه، ودايما كده يعني بنستفيد من ارائك الفنيه، عشان كده النهارده احنا فرصه نستعيد معاك الذكريات والجماهير الاهلاويه كلها تسمعك وتطمئن عليك. الله يخليك يا محمد. حاليا انا مدرب مستقبل سليمان، فريق يلعب في الممتاز التونسي الفترة حاليا راحة، طبعا في بعض اللقاءات الصحفية، لكن اخترت التدريب وفرقة كانت تجربة مع النادي الفرنسي كمدرب الفريق الأول. بعد يعني تجارب إن شاء الله متعددة، ويا رب يوفقني، لأنه يعني كما نقولوا احنا عند لسه الغرام بالملعب موجود، اخترت ان شاء الله نكون مدير فني باذن الله ان شاء الله عن قريب من التجربه في مصر ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله، هتبقى اضافه كبيره جدا والله يا كابتن انيس، بنتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله. طيب عايز اخد رايك اولا طبعا في نتيجه مباراه الامس، مباراه تونس وناميبيا، وخساره يعني الكل شايفها مفاجاه، تعليقك على النتيجه، الخساره، تصريحات كمان جلال القدري بعد المباراه. لا يعني الخساره تاريخيه للامانه، يعني خساره تاريخيه لمنتخب تونس، منتخب ناميبيا على الورق بعيد كل البعد على مستوى المنتخب التونسي، اكبر المتشائمين في تونس ولا حتى في الوطن العربي ما كانش ينتظر منتخب تونس يخسر، يعني اقصى تقدير ممكن كان تعادل، لكن تخسر في المباراه الاولى ضد منتخب يعني ناميبيا اكيد انها كارثه في تونس، والجماهير التونسيه الكل زعلانه جدا، الجمهور لانه بصراحه انتظرنا المباراه الاولى لانه قادمين على زوج مباريات تقويم ضد منتخب مالي منتخب جنوب افريقيا، فكان عشمنا انه المباراه الاولى تكون يعني للمعنويات وتكون انتصار كبير باش ندخلوا به دوره كيما يلزم، لكن حاليا بعد الخساره نتاع البارح، بعد الوجع الشاحب اللي ظهر به خاصه في الشوط الاول منتخب تونس، الناس كل ولا يعني عايشين في حيره ومش عارفين مستقبل منتخب تونس رغم وجود نجوم كبار، تصريحات المدرب كارثه اكثر حتى من المباراه، لانه التبريرات قد ما كانتش في المستوى، الواحد لما يخسر احسن انه يكون موضوعي وانه يكون واقعي وانه يفسر الموجود، لانه بصراحه شفنا حاجات فنيه وشفنا حاجات في داخل المنتخب ما تبشرش بخير للامانه. ده حقيقي. طيب إصابة طه ياسين الخنيسي وفي إصابة بالرباط الصليبي وخروجه من حسابات منتخب تونس في كأس الأمم، ألف مليون سلامة بالتأكيد عليه، ولكن هل ترى غياب طه ياسين الخنيسي تحديدا طوال مشوار تونس في البطولة هيكون تأثير يعني كبير جدا على الاختيارات الفنية، وكيف يتعامل المنتخب التونسي مع هذا الغياب؟ أكيد مش يكون في تأثير، علاش في تأثير؟ لأنه يعني والحمد لله أنه في آخر لحظة يعني غياب مرتضى بن الناس خلى الناخب الوطني يستدعي الجزيري، سيف الجزيري من يعني من الزمالك، لو ما كانش موجود سيف الجزيري تكون ممكن خيارات 27 كارثيه، لانه يتصاب لك المهاجم معنا كان هيثم جويني تو كمهاجم يعني، وهنا نرجعوا للخيارات من الاول يعني 27 اللي اختارها المدرب عليهم العديد من نقط الاستفهام، يعني في اماكن تلقى فيه اربع لاعبين وفما اماكن في لاعب او اثنين، وهذا هو الحاجه اللي تخوف، اكيد مش تكون مؤثره لانه ما فماش معوض في قمه طه ياسين الخميسي،
وهذا هي الإشكال الكبير يعني اليوم. لكن أكبر مشكلة بالنسبة لي في المنتخب أنه يعني للأسف أنه استدعى ثلاثة لاعبين يلعبوا في نفس المركز. نتكلم على الياس العاشوري مهاجم طرف على الجهة اليسرى لاعب كوبنهاجن ويلعب في أعلى المستويات في الشامبيونز ليج الأوروبي شفناه، يوسف المساكني ويعني وحتى فيليبي ثلاثة لاعبين يحبوا يلعبوا على الجهة اليسرى، وسيف الطيب يعني أربع لاعبين على الجهة اليسرى. بعد المدرب يلقى نفسه ما فهم حتى حد على الجهة اليمنى ولا يحاول أنه يغير فيخسر الاثنين، وهذا هي الإشكال على المستوى أكيد فني. تم لخبطة فنية كبيرة، أعتقد أنه الكاستينج من الأول كان غلط، أعتقد أنه فما لاعبين نهاية مرحلة في منتخب تونس لكن أسمائهم ممكن هي اللي فرضتهم على المدرب وعلى الجهاز الفني في منتخب تونس. المشاكل هذه شفناها في مباراة تركيا، شفناها في مباراة تركيا مش كان الأخيرة يعني ممكن ستة شهور الأخيرين، يعني شفنا منتخب قاعد حتى في المباراة تركيا مش قاعد يظهر ولا شيء. هذاك علاش نتصور أنه هذا امتداد لوجه المنتخب في السنة الأخيرة، وأعتقد أنه الدورة هذه يعني فيها مفاجآت إن شاء الله. المنتخب فيها مفاجآت يا كابتن أنيس جدا للأمانة. طيب حظوظ تونس جدا وزعلانين علاش، لأنه في لاعبين يعني في لاعبين ينشطوا في أوروبا، في علي معلول متألق مع الأهلي، في طالبي متألق، في يعني اللاعبين ممتازين لكن للأسف ما فيناش منتخب ممتاز. طيب بعد خسارة جنوب إفريقيا بالأمس أمام مالي، كيف ترى حظوظ تونس؟ ما عادش عندنا حتى خيار منتخب تونس يعني للأمانة. حاجة كويسة إنه نجم حتى نتأهلوا ثلاثة، لأنه ولينا ما عادش نفكروا إنه نتأهلوا الأول في المجموعة، ولينا نفكروا على الأقل نتأهلوا. ما عادش عندنا حتى خيار، ما عادش عندنا الحق في نتيجة مش ممتازة. اليوم عندنا اثنين مباريات المنتخب مالي وجنوب افريقيا، اعتقد انه منتخب مالي مش كون المفصليه اللي نحن منتخب تونسي يلزمه ينتصر او اقل حاجه يتعادل بشقه الحظوظ موجوده، لكن اعتقد انه الامور صعبه جدا. نستنى الرياكشن من اللاعبين، تعرف انه اللاعبين ديما قراءه ممتازين، ممكن ان شاء الله يعمل رياكشن ان شاء الله نكون موجودين وتكون المباراه هذه درس كبير للمجموعه وللمنتخب. طيب كابتن انيس فرصه وانت معايا، عايز اعرف تعليقك كيف ترى مباراه مصر وغانا غدا. مصر تعادلت في اللقاء الاول برضو يعني اكثر المتشائمين، لما كان اتوقع ان تتعادل مصر مع موزمبيق 2-2، فكيف ترى حظوظ منتخب مصر ورؤيتك الفنيه لمباراه الغد امام البلاك ستارز؟ مباراه صعبه لانه منتخب غانا خسر، منتخب مصر كيف متعادل. أعتقد أنه المنتخب المصري يعني شبيه المنتخب التونسي، تخمة من الأسماء واللاعبين لكن الإنتاجية مش ولا بد. منتخب الغاني حاجة كويسة، أنه منتخب الغاني مش في أحسن حالاته على الشكل صحيح في مباراته، يعني منتخب عادي قعد الاسم بس اسم كبير يعني غانا يعني منتخب من كبار القارة، لكن حاليا يمر بظروف صعبه. اعتقد انه مباراه بكره المنتخب المصري مطالب خاصه بالنتيجه وبالاداء، رغم انه انا يعني صراحه يعني شفته مباراه الاولى وجه ممكن بدايه كانت ممتازه لكن بعد حتى هو يعني وجه غير مبشر، رغم وجود كما نقول مره اخرى عناصر جيده في المنتخب المصري. طيب سؤال بقى اخير، وهي جملة أنا سمعتها من كذا مدرب في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة آخرهم بالأمس، الناخب الوطني جلال القدري قال لك لما كل المنتخبات الكبرى في إفريقيا بدأت نفس بداية الأرجنتين في كأس العالم، طب مين هيكسب البطولة يا كابتن أنيس؟ والله يعني كل مدرب يخسر يقول لك نفس البداية نفس البداية يعني وكأنه ولا كل متفقين لازم نخسر مباراة ولا باش يكون بطل، يعني شوف تبريرات يعني عادي تبريرات معناها بصراحة المقارنة اللي تجوز منتخب الأرجنتين في لاعبين كبار جدا يعني ليونيل ميسي والبقية اللي يقدروا يصنعوا الفارق في أي لحظة، للأسف يعني ما نقدروش نشبهوا منتخباتنا العربية. الحاجة
اللي متاكد منها انه في منتخبات مستواها متقدم واحنا قعدنا في نفس المستوى، وممكن حتى تاخرنا وقعدنا عايشين على التاريخ. يعني اكثر منتخبات كبيره في افريقيا تو عايشين بالتاريخ وبالاسم، لكن صحيح يشتغل مش والناس الثانيه تخدم وتطور مستواها. هذاك علاش صارت مش اعتقد انه ممكن حتى تصير مفاجات كبيره في البطوله هذه، واعتقد انه ميلاد منتخبات جديده من كل عندها اسم في افريقيا. كابتن انيس ابو جلبان، انا بشكرك بجد على هذه المداخله، وكنت وحشني جدا وعايز اسمع صوتك واسمع ارائك وتحليلك، فكنت سعيد جدا بهذه المداخله الجميله مع الكابتن انيس ابو جلبان نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب التونسي، ونتمنى له التوفيق كمان يا رب في خطواته التدريبيه في الفتره القادمه. مداخله مهمه جدا، اتكلمنا في تفاصيل مهمه، نتائج منتخب تونس وتوقعاته لمباراه مصر وغانا، واطلاله كانت سريعه على بطوله الامم الافريقيه. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.